تذكرت الصحابي الجليل عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، طبعا هو أسلم بعد صلح الحديبية، قبلها لم يكن مسلم. عروة بن مسعود الثقفي هذا الذي نزل فيه قول الله تعالى: وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا هو عروة بن مسعود الثقفي، هو ثقفي وخواله قريش، فأصبح عظيم عند قومه نسبا وحكمة ووفاء. كان إذا صار فيه قضايا قتل وديات وكذا يلجؤون لقومه، يروحون لعروة يقول يا عروة. وهذا ما حصل، أحدهم قتل شخص فحكم عليه بدية كبيرة في أيام الجاهلية قبل الإسلام، فذهبوا لعروة بن مسعود قالوا حكم علينا بمئة أو مئتين من الإبل وما عندنا. فقال عروة بن مسعود خلاص إن شاء الله عندي أنا. وين راح عروة بن مسعود؟ راح لصديقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق كان ثريا وكان ذو مال وذو شأن، فذهب له عروة بن مسعود الثقفي وشرح له الوضع وكذا، فقام بالدية كاملة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بعد سنوات وبعد أن أسلم أبو بكر وانتشر الإسلام وجاء صلح الحديبية، جاء عروة بن مسعود الثقفي يصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش. فلما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يناقش الرسول ويفاوضه، عروة بن مسعود رجل عظيم يعني في قومه وفي قريش، قال يا محمد تذهب تقاتل قومك؟ ما صنع أحد من العرب، وهؤلاء الأوباش الذين حولك ما يلبثون أن يتركوك. فرد عليه من اللي رد عليه؟ أبو بكر، أبو بكر الصديق. يا سلام. قال وهو كان خلفه ما يشوفه عروة بن مسعود، قال له كلمة شنيعة، كلمة قوية ما ذكرت في التاريخ لكن ما راح نقولها، قال له كلمة قوية ما تقال لمثله يعني إلا في هذا الموضع. فالتفت عروة بن مسعود قال من المتحدث؟ قال أنا أبو بكر. فرجع إلى مكانه، كان بيرد عليه هو عظيم قومه ولا يهمه بيرد، قال لولا أن لك سابق فضل عندنا لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. شوف الوفاء عند العرب، يعني يقول أنت تفضلت علينا وسددت الدية وجميلك عندنا، لو ما هذا الجميل والفضل لرددت عليك، ولكن لفضلك علينا هذه بتلك. ورد عليه الصحابة يعني قالوا كيف نترك الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية إلى آخر ما ورد. بعد ذلك أسلم عروة بن مسعود رضي الله عنه، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عدت لقومك فإنهم قاتلوك. قال والله لو وجدوني نائما لن يوقظوني من شدته وعظمي عند قومه. فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه وقتل شهيدا، فهو من الصحابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء. تذكرت هذه القصة من السيرة لما ذكر أبو عبد العزيز قصة الأثار وكذا. أبو تركي دائما صلى الله على نبينا يعني يتحفنا بالجميل.